السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن مع درس المتسلية الإعدادية ومع تمرين جديد. إذن نعتبر المتسلية الإعدادية U المعرفة كالتالي: UN زائد واحد تساوي جوج على ثلاثة UN زائد واحد، و U صفر تساوي عشرة. كذلك لدينا المتسلية VN تساوي UN ناقص ثلاثة. إذن السؤال الأول: أحسب U واحد و V صفر. إذن U واحد في صفر، أسئلة سهلة. دونك U واحد، إذا شنو كنديرو؟ كنعوضو واحد. باش غنعوض واحد عندنا U N زائد واحد. إذا باش نلقى U واحد كنعوض N صفر. صفر زائد واحد هي صفر، هي واحد. إذا U واحد تساوي ماذا؟ جوج على ثلاثة. إذا شنو قلنا؟ قلنا نعوضو ان بالصفر باش تعطيني اي واحد. اذا هنا غيكون اي صفر زائد واحد. اذا اي صفر تساوي عشرة. اذا هي جوج على ثلاثة في عشرة زائد واحد. اذا جوج على ثلاثة في عشرة، يعني جوج في عشرة عشرين على ثلاثة زائد واحد. نوحد المقامات، اذا ثلاثة على ثلاثة، اذا ثلاثة وعشرين على ثلاثة. في صفر دونك لدينا علاقة ما بين في ان و يو ان. اذا في صفر كتساوي لنا يو صفر ناقص ثلاثة. اذا كنعوضو ان بصفر. اذا يو صفر ناقص ثلاثة اي عشرة ناقص ثلاثة، اذا تساوي العدد سبعة. السؤال الموالي: بين أن مهما يكون ان كتنتمي لان، يو ان أكبر أو تساوي ثلاثة. دونك دائما هذا النوع ديال الأسئلة كنجاوب عليه باستعمال استدلال بالترجع، أو البرهان بالترجع. البرهان بالترجع فيه ثلاثة ديال الخطوات: الخطوة الأولى التحقق، ثم الافتراض، ثم الرجوع إلى المسألة. إذا التحقق، إذا التحقق كنعوض ان بان زيرو، في هذه الحالة يكون هو صفر. كناخذ أصغر حد. إذا من أجل، دونك إذا لنبين بالترجع أن مهما يكون ان كتنسامي الان، يو ان أكبر أو تساوي العدد ثلاثة. إذا نبدأ بالتحقق. إذا من أجل ماذا؟ ان كتساوي صفر. لدينا اذا كنعطي الان صفر، اذا غنشوف واش يو صفر اكبر من ثلاثة. اذا لدينا يو صفر تساوي حسب المعطيات العدد عشرة. اذا يو صفر راه اكبر من ثلاثة. اذا يو صفر اكبر من ثلاثة. اذا الشرط الاول محقق. الان دابا الافتراض. اذا نفترض، دائما كنفترض السؤال، نفترض ان يو ان اكبر من ثلاثة، ولنبين ماذا؟ يو ان زائد واحد اكبر من ثلاثة. ما معنى يو ان زائد واحد اكبر من ثلاثة؟ يعني ان يو ان، يعني ان يو ان، يو ان زائد واحد، داك ثلاثة نديها للطرف ديال يو زائد واحد، يعني ناقص ثلاثة أكبر من صفر. إذا خصني ندير هذا الفرق ونلقاه أكبر من صفر. إذا نحسبو الفرق. يو إن زائد واحد ناقص ثلاثة تساوي ماذا؟ كنعوض يو إن زائد واحد بالقيمة ديالها، هي جوج على ثلاثة يو إن زائد واحد ناقص ثلاثة. إذا جوج على ثلاثة يو ان زائد واحد ناقص ثلاثة هي ناقص اثنان. إذا كنوحدو المقامات، مقام واحد هو ناقص ثلاثة. إذا عندنا جوج على واحد، إذا غادي نضربو الواحد والجوج في العدد ثلاثة. إذا هي ثلاثة وجوج في ثلاثة هي ستة. إذا ثلاثة جوج يو ان ناقص ستة
إذا هنا غادي نعمل بالعدد اثنان، يبقى لي يو ان ناقص ثلاثة على ثلاثة. إذا هذا التعبير اللي لقيت أنا خصني نلقاه خصو يكون موجب، بس نتج بأن هذا التعبير الفرق بأنه موجب. إذا لدينا حسب الافتراض يو ان كبر من ثلاثة، إذا لدينا يو ان كبر من ثلاثة، حنا عندنا يو ان ناقص ثلاثة، إذا كنجيب ثلاثة للطرف ديال يو ان، أي يو ان ناقص ثلاثة أكبر من الصفر. إذا هذا التعبير هذا موجب، جوج على ثلاثة راه عدد موجب، وبالتالي الفرق موجب. إذا يو ان زائد واحد ناقص ثلاثة أكبر من الصفر، أي يو ان أكبر من ماذا؟ من ثلاثة. إذا كنرجع دائما لهاد السؤال اللي أنا اللي كنبغي نجاوب عليه، يعني هذا. إذا هاد السؤال هذا، إذا حنا باغيين لقينا بأن يو ان زائد واحد أكبر من ثلاثة، وبالتالي الافتراض ديالنا راه صحيح. إذا دائما كنرجعو للافتراض، وبالتالي يو ان أكبر من ثلاثة مهما يكون ان كتنساني الآن. إذا هذا هو الافتراض أو هذا هو البرهان بالترجع. الآن دراسة رتابة المتتالية. الرتابة يعني غادي نشوف واش المتتالية تزايدية ولا تناقصية. إذا باش ندرسو الرتابة خصني ندير الفرق. إذا كنديرو الفرق ونشوف هذا الفرق هذا واش موجب أو سالب. إذا كان الفرق موجب راه المتتالية تزايدية، إذا كان الفرق سالب المتتالية تناقصية. إذا نديرو الفرق، إذا يو ان ناقص يو ان زائد واحد ناقص يو ان تساوي ماذا؟ كنعوضو يو ان زائد واحد بالقيمة ديالها، إذا هي جوج على ثلاثة يو ان زائد واحد ناقص يو ان. غادي نوحدو المقامات، المقام واحد هو ثلاثة، إذا جوج على ثلاثة يو ان زائد، هنا كانت عندنا واحد على واحد أي ثلاثة على ثلاثة، عندنا يو ان على واحد أي ناقص ثلاثة يو ان على ثلاثة. إذا ثلاثة جوج يو ان زائد ثلاثة ناقص ثلاثة يو ان، إذا جوج يو ان ناقص ثلاثة يو ان هي ناقص يو ان أي ثلاثة ناقص يو ان. إذا ممكن نعملو بناقص واحد باش نقلبو الإشارة ديال هاد التعبير هذا، وغادي يرجع يو ان ناقص ثلاثة. علاش؟ لأن حنا عندنا في السؤال السابق يو ان ناقص ثلاثة أكبر أو تساوي صفر. إذا ولدينا حسب السؤال جوج يو ان ناقص ثلاثة، يعني السؤال ديال الترجع يعني اللي استعملنا فيه البرهان بالترجع، لقينا بأن يو ان ناقص ثلاثة أكبر أو تساوي صفر، أي عندنا ناقص، أي أن ناقص يو ان ناقص ثلاثة إلا ضربنا في الناقص كيرجع هادشي كامل أصغر من أو يساوي صفر. إذا هذا التعبير هذا سالب وثلاثة عدد موجب، إذا التعبير كامل سالب وبالتالي الفرق سالب، وبالتالي يو ان زائد واحد ناقص يو ان أصغر من صفر. أشنو كيعني هادشي هذا؟ كيعني بأن المتتالية تناقصية، وبالتالي إذا يو ان متتالية تناقصية. السؤال الموالي، احسب ذا ان زائد واحد على ذا ان.
ثم استنتج طبيعة المتتالية. إذا فان زائد واحد على فان، فان زائد واحد، احنا عندنا فان هنا، إذا فان زائد واحد كنعوضو ان بان زائد واحد، إذا غيرجع يو ان زائد واحد ناقص ثلاثة. إذا يو ان زائد واحد ناقص ثلاثة على فان اللي هي يو ان ناقص ثلاثة. إذا نديرو التعويض، يو ان زائد واحد كنعوضها بالقيمة ديالها، إذا هي جوج على ثلاثة يو ان زائد واحد ناقص ثلاثة على يو ان ناقص ثلاثة. إذا جوج على ثلاثة يو ان زائد واحد ناقص ثلاثة هي جوج على ثلاثة يو ان ناقص اثنان، ناقص اثنان على يو ان ناقص ثلاثة. إذا نوحدو المقامات في البسط، جوج على ثلاثة يو ان، إذا المقام واحد هو ثلاثة، إذا هي جوج على ثلاثة يو ان ناقص، إذا غتكون عندنا جوج على واحد غادي نضربو في ثلاثة في البسط وفي المقام، غادي نرجع ستة على جوج على يو ان ناقص ثلاثة. إذا غادي نعمل بالعدد جوج على ثلاثة، جوج على ثلاثة غادي يبقى لي هنا يو ان ناقص ماذا؟ عملت بجوج على ثلاثة، إذا غتبقى لينا العدد ثلاثة. وبالتالي هنا ستة على ثلاثة، إذا المقام واحد هو ثلاثة، إذا يو ان ناقص ثلاثة. إذا كنختزلو بالعدد يو ان ناقص ثلاثة على يو ان ناقص ثلاثة، كيبقى لنا جوج على ثلاثة. إذا حسبنا هاد الخارج ديال فان زائد واحد على فان، لقيناه جوج على ثلاثة. إذا استنتج طبيعة المتتالية. إذا هاد الخارج هذا شنو كيعني؟ كيعني بأن فان زائد واحد تساوي ماذا؟ هاد فان كنديوها للطرف الثاني، إذا كتولي جوج على ثلاثة فان، وهذه بطبيعة الحال كنذكركم بالمتتالية الهندسية. إذا فان، إذا بما أن فان زائد واحد على فان كتساوي لنا جوج على ثلاثة كيساوي لنا واحد كي، لو كنسمي هاد جوج على ثلاثة كي هو عدد ثابت كينتمي لآر، فإن فان دائما المتتالية كنرمز لها بين قوسين، ندير فان بين قوسين. إذا فإن فان أي المتتالية فان هندسية، أساسها هو العدد اللي لقيت يعني جوج على ثلاثة، وحدها الأول في زيرو كتساوي لنا العدد سبعة. سؤال خمسة، اكتب فان بدلالة ان. اذا دائما ملي كنكون كنعرف الطبيعة المتتالية كنستعمل التعبير ديال الحد العام. اذا فان متتالية هندسية، الحد العام ديال متتالية هندسية كيتكتب على الشكل هذا، في بي كيو ان ناقص بي، بحيث في بي هو الحد الاول، يقدر يكون في زيرو في واحد في جوج على حسب الحالة، وكي هو الأساس. إذا في الحالة ديالنا عندنا في بي هو في زيرو هو الحد الأول، كي هو جوج على ثلاثة، هذا ان ناقص بي. إذا في الحالة ديالنا يكون ان ناقص صفر أي ان، وبالتالي فان تساوي ماذا؟ سبعة جوج على ثلاثة الكل أس ان. السؤال الموالي، اكتب يو ان بدلالة ان. اذا دائما يو ان عندها علاقة بان، يعني مرتبطين بهذه العلاقة هذه، وبالتالي
شنو غادي ندير؟ غنحسب يو ان بدلالة في ان ناقص 3، غنديها للطرف ديال في ان، غتولي في ان زائد 3، و في ان غادي نعوضها بالقيمة ديالها. إذا هي 7 جوج على 3 الكل أس ان زائد 3. السؤال الأخير، أحسب الليميت ديال في ان في بلوس انفيني وثم الليميت ديال يو ان في بلوس الانفيني. إذا في ان حسبناها بدلالة ان، إذا هو التعبير اللي غنستعملو لحساب النهاية. إذا الليميت ديال 7 مضروبة بجوج على 3 الكل أس ان. إذا كنعرفو بأنه ملي كيكون عندنا كيو أس ان، إلا كانت كيو محصورة ما بين 1 و -1، فالليميت ديال التعبير ديال كيو أس ان كيساوي لنا 0. وعندنا جوج على 3 محصورة بين 1 و -1، إذا 7 في 0 هي 0، لأن ليميت لأن جوج على 3 محصورة بين 1 و -1، أو كنديرو القيمة المطلقة جوج على 3 أصغر من 1. بنفس الكيفية غنحسب الليميت ديال يو ان. إذا هي الليميت ديال 7 مضروبة بجوج على 3 أس ان زائد 3. إذا 7 الليميت ديال جوج على 3 أس ان يؤول إلى 0، إذا كيبقى لنا 7 في 0 زائد 3، أي العدد 3.